أطول عالمة فلك في العالم تصل إلى قلب القطب المتجمد الجنوبي. وأول طالبة تنجز الدكتوراه في أكبر مرصد وطني بفرنسا. أذهب إلى سطح المنزل وأراقب النجوم كأنها تتكلم معي. كان حب كبير بيني وبين السماء ولا زال. ولدت في وسط عائلة جد متواضعة من أب وأم حنونين، ونحن 7 أطفال، 3 بنات وأربع أولاد. وترتيبك 6 من بين 7؟ نعم، أنا رقم 6 كما تقول أمي. وكان أبي يعمل كحداد. وهناك يعني شارع صغير يسمى زنقة في المغرب، زنقة الحدادين في الدار البيضاء. نعم، كان معظم وقتي هناك يقوم بزخرفة الحديد، وكنت أرى هذا العمل كفن جميل جدا. بالنسبة لأمي فتاة الخياطة الطبخ وتتزوج وتعمل أولاد. والأشياء الأخرى سوف نرى بعدين. لقد بدأت بروض الأطفال مدرسة الفكر العربي، وبعدها ذهبت إلى مدرسة الابتدائية مدرسة المزرعة للبنات، وبعدها إعدادية منصور الذهبي، وثانوية صلاح الدين للبنات. وكانت كلها مدارس وإعداديات وثانويات حكومية. هذه كنت جد صغيرة، إنها في نعم هذه الابتدائي الأول، وهذه التحضيري. يعني بدأ حبك لدراسة الفلك والبحث في مجال الفلك عندما أهداك أخوك مصطفى الذي يكبرك 16 عاما كتاب الجاذبية الكونية، وهو كتاب بالفرنسية، في عيد ميلادك 12. حدثينا عن ذلك. إنه هذا الكتاب، وكان هذا إهداء من طرف أخي مصطفى. يقول لي كان في عيد ميلادي عندما جاوزت 12 سنة من عمري، إلى أختي العزيزة مريم، عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت فلكية. أتمنى لك كل ليلة سماء مليئة بالنجوم، أخوك مصطفى. شيء جميل جدا، لأن بهذا الكتاب شيء حدث عندي في مسيرتي العلمية، كأنها سماء انفتحت أمام عيني مطرزة بالنجوم. وبهذا الكتاب، إنه كتاب جان كلود بيكر الذي يتحدث كثيرا عن بعض الظواهر الفلكية، ويقوم ببعض المعادلات الرياضية لفهم هذه الظواهر، كمثلا الفيزياء الميكانيكية لشرح قوانين كيبلر وقانون الجاذبية لنيوتن. وكان هذا شيء جميل، لأنني عندما أعطاني هذا الكتاب لأول مرة
قمت باستعمال جميع هذه القوانين الميكانيكية وجاذبية نيوتن لفهم علم الفلك وخاصة المجموعة الشمسية. يعني كنت قبل حتى عمر 12 تحبين الفلك؟ أظن أنني خلقت عالمة فلكية. يعني بعمر 9 و10 سنوات كنت... عندما كنت صغيرة كنت أحب كثيرا أن أنظر إلى السماء وإلى النجوم وإلى لمعان النجوم والألوان، كنت جد مهتمة بكل هذه الأشياء، لذلك أخي مصطفى قد لاحظ ذلك وأهدى لي كتاب جميل قد غير مسيرة حياتي. الليل هناك سكون عظيم ويمكن أن أفكر بارتياح، لأننا كنا 7 إخوة وكان دائما المنزل مليء وهكذا، وفي الليل تطمئن النفوس والكل هادئ، وأذهب إلى سطح المنزل وأراقب النجوم كأنها تتكلم معي. كان حب كبير بيني وبين السماء ولا زال. كانت ما تحب تساعدك في البيت شوية، أنا كان عارفها كتقرأ. نقول لها تديري هكا، لا بعض المرات كتشقى، بعض المرات كتحفظ كتقرأ، بعض المرات كتبكى في الليل تتقرأ. إيوا مزيان. طول الوقت مريم عندها كتاب في يدها تحفظ وتحفظ، لدرجة أننا سميناها بالمغربية كراكة. سكر. لا تتوقف عن الحفظ. كنا نذهب إلى الحمام وكانت تأخذ مع الكتب داخل البلاستيك، الورقة داخل البلاستيك، ليس لدينا حمامنا، فكنا نذهب إلى الحمام المغربي تجعل أوراقها داخل البلاستيك وتحفظ في انتظار في انتظارنا مثلا عندما نني. وكنت أترك المدرسة على 6 بالضبط وأركض. وعندما أجي إلى البيت أطرق الباب بكل سرعة، افتحوا افتحوا، تقول لي أمي ما هذا؟ قل إنها لبيبة. تعال معنا الآن في رحلة علمية مع لبيبة، ولا بد أنه قد سبق لك أن نظرت إلى الفضاء ورأيت ما فيه من جمال وكيفية تلألؤ النجوم وتغير الغيوم. المعرفة المعرفة أطلب المعرفة. كنت أحب كثيرا علوم الرياضيات، الفيزياء وكذلك الفلسفة والعلوم الطبيعية وخاصة الجيولوجيا. ولحسن حظي كانت هذه الفترة قد كانت فترة تشكل كذلك قدوم المذنب هالي. لحسن الصدف في سنة 1986 مر المذنب هالي الذي يعبر النظام الشمسي كل 76 سنة، وفي هذه الفترة قد ظهر، وقمت بندوات وبدراسة متعمقة على المذنبات. تضعين الأسئلة بعصبية.